بدأت بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية بإزالة الإعلانات الانتخابية المخالفة لمرشحي مجلس الأمة والتي وضعت في المواقع التي تخالف ما ينص عليه القانون والقرارات المنظمة للعمليات الانتخابية. ورصدت حملة الإزالات في الدائرة الأولى عددا من المخالفات التي تم إنذار أصحابها من مرشحين وأصحاب عقار وإزالتها بقوة القانون إذا لم تتم الاستجابة من قبلهم. الإعلانات الانتخابية المخالفة في قبضة بلدية الكويت ووزارة الداخلية، مشهد يؤكد تطبيق القانون على كل من يخالف القانون والقرارات الانتخابية بهدف أن يكون العرس الديمقراطي انتخابات مجلس الأمة 2020 خاليا من المخالفات. نحن اليوم في وضع استثنائي وهو في مرض كورونا، وتطبيقا للضوابط الصحية اللي هي التباعد، وارتأى مجلس الوزراء الموقر بعدم السماح بإقامة هذه المقرات. فبالتالي بما أن الإعلان مرتبط بالمقر فلا يسمح بإقامة إعلانات الآن في الشوارع والميادين، فقط عن طريق التواصل الاجتماعي أو المرئي والمسموع أو المزايدات التي في الشوارع. حملة بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية رصدت مجموعة من المخالفات الانتخابية في الدائرة الأولى والتي تم إنذار أصحابها من مرشحين وأصحاب عقار وإزالتها بقوة القانون إذا لم تتم الاستجابة من قبلهم، إذ تصل الغرامات المالية إلى 1000 دينار لكل إعلان مخالف. طريقة للتعامل داخل السكن الخاص، نحن نتعامل بالمحاضر، تروح للمحكمة والقاضي يحكم. التعامل الثاني على أملاك الدولة والساحات اللي هي الساحات والميادين والشوارع، الإزالة الفورية بمعية الداخلية. نتوجه إلى هذا العقار، نستدعي صاحب العلاقة ونحرر له مخالفة تصل إلى 1000 دينار. دعوتنا لكافة المرشحين أن يعني حريا بهم أن يلتزموا بالقوانين، لأنه هم يعني البعض منهم سوف يكون ممثل لهذه الأمة، وهم من سيشرعون القوانين للأجيال القادمة، ولذلك لإعطاء انطباع جيد للشعب الكويتي أنهم أول من يلتزم بالقانون ويحترم القانون. هذه أول جولة ميدانية بالنسبة لنا لإحصائية التجاوزات والمخالفات بخصوص الإعلانات الانتخابية، وأبرز التجاوز هي الإعلانات الكبيرة اللي تكون بارزة في الشوارع الرئيسية اللي هي محتواها يعني من 5 أمتار إلى 10 أمتار تقريبا ويتم رفعها. لا صوت يعلو فوق تطبيق القانون خلال انتخابات مجلس الأمة في دولة الكويت، وسط دعوات من قبل الجهات المعنية لمرشحي مجلس الأمة في كافة الدوائر بضرورة التعاون والالتزام بالقانون وعدم مخالفته على طريق إنجاح العرس الديمقراطي في البلاد. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.